خلينا نشوف كذا صورة حلوة، صورة حلوة شوفها، شوف الصورة ورونا إياها. هذا الزعاق، الزعاق دائما ما يجيب لك الخير. خلينا نشوف وش عندك يا زعاق، وش يقول؟ يقول 20 يوم ويلبسون الأطفال اللبس الشتوي. متى يلبسون الأطفال الشتوي؟ يبدون يلبسون الأطفال الشتوي إن شاء الله بعد 20 يوم بحول الله. أنا أقول على قولة المصريين يسلم بؤك. قبل لا نحكي في الشتاء، أنا أوجه له تحية. زعاق جدا. ليش؟ رجل فرض شخصيته، بمعنى يخرج عن المألوف وسخر الناس من لبسه ومن شكله من طريقة تصويره، لدرجة أنهم الآن مو بس تقبلوه، أصبح مميز وأصبحوا يتبعونه. حامل لقب دكتوراه هو اللي هنا، هنا هنا الفكره. هنا الفكره انه انت تكون عندك الجرأه والشخصيه ان تنفرد ثم تتحمل التبعات. بعد كذا راح تكون مميز، تصل قمه، الناس هم الذين يتبعونك. فنوجه له تحيه، وما دام طر الشتاء احنا دائما نستذكر الشتاء بكل خير. ليش؟ اغاني الشتاء حلوه، القهوه في الشتاء حلوه، شبت النار واللمة، البر والشوي، كل شيء في الشتاء جميل. يعني لو تقول الواحد يا أخي أنا زعلان عليك، قال الله يسلمك، ما يقدر يعطيك مشاعر سلبية. طيب الجو يعطيك، يعني غصب تصير أنت إيجابي، غصب تقوم الصبح أنت مبسوط، في شمس بس أنت مبسوط لأن الجو بارد. أيوة. في الليل أنت مبسوط، الملابس الشتوية الملونة، الناس يعني كل يوم شماغ أحمر وش اسمه إيه؟ وثوب ابيض، شماغ احمر وثوب ابيض، ما في حتى تشكيل. في الملابس الكاجوال يعني في فيها تغيير. هذه لعبتك يعني، انا تعرف في المجال انا استفيد منكم في مجال الثوب ففي الشتاء تشخص وتلون وتركب الوان وتنبسط، الناس سعيده. الشتاء في ليله طويله، في دول ثانيه ما يحبون الشتاء، يقولون يوم كئيب اذا غائم، باد داي يسمونه او باد وذر. مطر، احنا المطر عندنا والشتاء. ترى انا اقول اللي يبغى يطلب من احد شيء ياجله في الشتاء، راح يوافق لك في الشتاء. بس تجي في الصيف درجة الحرارة 50 وتقول، لو تقول لا بعطيك من ذنوبي، قال ما بيها، قال ما بيها. على طاريها ما راح يبيها. قصدي لو تقول عطني من ذنوبك ما يعطيك. على طاريها اتوقع انه عبد المجيد عبد الله قال حي الشتاء، حي ما جابه، حي ما جابه، وتغنى فيها. واللي طراها بعد يوم جبتها طاري عبد المجيد عبد الله، الله وسام الراشد قال حي الشفا وحي ما جاب، حي الشفا بعد. فأشعار والدفء والأغاني يعني والمشاعر كلها تطلع في الشتاء غالبا. أنا ما عمري شفت حد يتغزل بالصيف، لكن على طاري الغزل والشعر، إيش قالت فيروز؟ بس فيروز وسطية يعني، أيوه. كانت حبيتك بالصيف وحبيتك بالشتاء، بس تراها ما جربت صيفنا. لو جربت صيفنا قالت حبيتك بالشتاء وحبيتك بالشتاء وحبيتك في المربعانية. اي والله صدق، اي والله صدق، قالت تبعد عن الصيف.